السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء هو الجزء السابع من مقابلة عم أبو ماجد. في نهاية الجزء السادس كنا بنتحدث عن رحيلك لعجور، وحكيت لي عن نشاطك العسكري في عجور، وحكيت لي عن المعركة اللي حصلت، وحاولتوا تطلعوا زي نجدة باتجاه التل الصافي. التل الصافي. نعم. وأطلق عليكم النار من التل الصافي، كانت مرتفعة، وبالتالي انسحبتوا. هاي كلها القصص اللي ذكرت لي إياها كانت قبل خروجكم أيضا كعائلة من عجور. من عجور. نعم. ليش أخذتوا القرار بالخروج من عجور؟ أنتوا كعائلة يعني، ليش مع بقائكم في عجور ليش قررت؟ لأنه كان في تهديد إن تروح عجور برضو. كان في تهديد إنها تسقط عجور، بالتالي حسيت حالكم إنه إذا بتخرجوا مبكر أحسن، مش هيك؟ نعم نعم. طيب رحنا على بلد جم اسمها بيت فجار. حكيت عن بيت فجار، رحت على بيت فجار. بعدين بيت فجار. كم مكثت في بيت فجار؟ والله يمكن أشهر، بس 4-5 أشهر. كانت المدن الفلسطينية والقرى سقطت كلها تقريبا رايحة، وبلشت جموع اللاجئين من نعم كل جهات. فنزلنا من بيت فجار في مخيم اللاجئين، صار الفوار. لا مش الفوار، العروب. مخيم العروب. مخيم العروب. نزلنا سكننا في مخيم العروب، قعدنا كذا شهر أشهر. بعدين قالوا في خليني في بيت فجار. كم شهر في بيت فجار؟ مش بالضبط لما اتذكر، بس يمكن 5-6 شهور برضو في بيت فجار. في بيت في العروب. لا قبل قبل لما بسألك على بيت بيت فجار. بيت فجار قعدنا برضو 5-6 شهور. طيب شو سويتوا خلالها في بيت فجار؟ ولا شيء يعني. وكيف كيف تاكلوا وتشربوا من وينكم يعني، كيف رزقكم تدبروه؟ يعني جاءنا عندنا جوز خيل. خيل. نعم. بعناهن. اللي كانوا يجروا العرباي؟ يجروا العرباي. بعناهن. وانتم بيت فجار بعتوه؟ وانا بيت فجار. مشان واعتقد البارودة بعناها برضه بيت فجار. بعناها البارودة. ظلنا نوكل بثمنهن. حتى في بيت فجار مستأجرين ولا؟ لا لا. ولا تحت الشجرة؟ أونا الناس بيعرفونا. أونا إيه؟ يعني في بيوت. في بيوت. نزلنا على العروب، سكننا الخيام. ساعتها كان في المخيم العروب موجود، في خيام وفي خيام كان منصوب وعيدات وكذا. كان بلش الصليب الأحمر. وبلش الصليب الأحمر يوزع بعض المواد. طيب. الأحمر. بدي تحكي لي عن تجربة المخيم. المخيم. توصف لي إياه، وكيف لما رحتوا وكيف أخذتوا الخيمة و... أعطونا الخيمة ونصبناها. خيمة واحدة فقط؟ خيمة أو سنتين. خيمتين أو خيمتين. من أي أحجام؟ كان في أحجام متعددة للخيم. في الوسط، هاي الوسط. وفي بلتنت العمود الواحد. أظن واحدة من هاي واحدة من هاي. نعم. وعشنا فيها فترة، ولكن ما في شغل ولا في دخل أبدا. على المعونات اللي بتدفع الصليب الأحمر كان طحين وبسيط، وشغلات سمن ورز وسكر. إشي بسيط جدا. المخيم العروب كان كله خيام بهذه الفترة؟ خيام. ومن وين أغلب سكانه كانوا؟ كلهم من القرى اللي طلعنا، يعني من حوالينا اللي هناك، من القرى اللي حوالين المسمية. كان في المسمية. المسمية كان عندكم حدا في هذا المخيم؟ زي مين؟ زي أي عائلات كانت عندكم المسمية؟ المسمية تتذكر حدا كان معكم بالعروب؟ بالعروب والله ما تذكر.
حاليا راحت عن بالي. طيب كيف كانت توصف لي الحياة بالمخيم؟ كيف كانت المخيم؟ يعني شغلة، أول شيء بالشتاء برد جدا جدا جدا، وإحنا مش معتادين على البرد بهالشكل. نعم. ونجيب حطب ونجيب كذا ندفع، لكن مش كافي. نعم. شوي مع زيادة صعوبة ونروح على ريحة، ريحة عدفة. نعم. ريحة عدفة. هذا بعد كم شهر؟ بعد 5 شهور. طب الصحة كيف والدنيا كيف تتعالجوا في المخيم؟ مخيم العروب. في المخيم كان في عيادة خيمة. عيادة خيمة. خيمة. ومين كان الدكتور فيها؟ مش عارف. مش ذاكر مين اللي كان وقت طبيب. مدارس كان؟ مدارس فيه، كان مدارس بدايتها. خيمة برضو؟ خيمة طبعا. خيمة. نعم. خيمة. وتركنا العروب ورحنا على ريحة. نعم. رحنا على ريحة وسكننا هناك. على مخيم. على مخيم طبعا. مخيم. أختي صاروا يشتغلوا في بساتين ريحة. نعم. في بساتين ريحة صاروا يشتغلوا. أنا طبعا ما أقدرش أشتغل في هذاك الوقت. ليش؟ أولا شغل صعب. شاق. صعب لأنه أدي حفر بالأرض وشجر وحفر أمن حفريات. نعم. وينكش الأرض. ورحت شو بدي أعمل، شو بدي أساوي؟ التجهت إلى كتابة المعروض، معروضات عباب الوكالة. شو يعني كتابة؟ عباب وكالة الروض. هناك يعني في وكالة، فصرت أكتب معروض عشان دفتر. يعني زي كاتب، حاط الطاولة وتكتب. نعم. استدعيات يعني. نعم نعم. أكتب والله كنت أستفيد يعني. عملي 60-70 قرش في اليوم. وين كان مكانك؟ مكاني كان في البلد، في نفس أريحة. في المدينة؟ في المدينة أريحة. قريب من مكاتب وكالة الغوث؟ جنب تحت على الباب يعني، عباب وكالة الغوث. عباب مكاتب وكالة الغوث. نعم. تتذكر اسم الشارع اللي كنت فيه لا. طيب. وأهلك كانوا بال أهلي أخواني الكبار كانوا بيشتغلوا بالبساتين، وأهلك الخيم تبعتك وين؟ الخيم في عين السلطان. في عين السلطان، مخيم عين السلطان. مخيم عين السلطان. نعم. كان الحال أفضل من العروب؟ أفضل. أقل شيء في يعني شغل. على الأقل في شغل. صعب لكن في مناتج. والدك خلال هاي الفترة شو كان بيعمل؟ قاعد اختيار وقاعد. اختيار وقاعد. طيب. بعدين يا سيدي أنا في نفس الوقت أقدم عروض مشان أصير مدرس. كان يأخذوا مدرس دون الثانوي. دون الماتريكيوليشن. أخذ ما يصح لي. ما يصح لي أبدا. وجدنا صعوبة جدا جدا صعبة. يوم من الأيام إجا أنا قاعد على قهوة في المخيم، إجا أستاذ مدرسة قال لي يا عمر في دكتور أجا بده جماعة مشان يبعتهم دورة على بيروت لعلم الملاريا، مكافحة الملاريا. دكتور مصري؟ دكتور مصري. وين هذا؟ قال لي في وانتر بلس القصر الشتوي اللي في عريحة، بتروح بتقابله هنا. فعلا رحت وقابلته. بقول له يا دكتور هيك هيك طالب انت عن مدرسة. قال لي فهمت وضعي فهمت اياه. نعم. قال لي ماشي الحال ماشي الحال. اختبرني بالانجليزي. حكيت لي اختبرك ونجحت في الاختبار. ونجحت. وقال لي ان شاء الله ان ما رحت الشهر ذا بتروح بالدورة، يعني ما رحت بالدورة بتروح بالدورة الثانية. وفعلا عمل جولة ورحت بالدورة، اول دورة والتحقت في بيروت.
كم كان مدتها الدورة؟ نعم مدة 3 شهور بس دراسي مكثف، دراسي مكثف خالص. نعم. ونجحت. نعم. وخلص ورجعت على الأردن. على المخيم؟ على المخيم. آه. كانوا يعطونا 75 ليرة لبناني شهري. 75 ليرة لبناني. باللبناني تأخذون؟ أوفر منهم أصرف وفي بيت سكن وأصرف منهم. وبعت لأهلي فلوس على مخيم عن السلطة. نعم. يعني قديش بعت وفرت مش عارف. بعدين قعدت في ريحة شوي طلبون الوكالة مشان أشتغل في الأردن. ماشي اشتغلت أكثر من شهر. بالأردن؟ بالأردن. وأهلك لساتهم بمخيم عن السلطة؟ بمخيم عن السلطان. تشتغل بالأردن وين يعني؟ شو المقصود؟ بالأردن في مكافحة الملاريا في الأوار. في الأوار. تابع لوكالة الغوث؟ لوكالة الغوث. بعدين مش الحال. طب نرجع لمخيم عين السلطان. مخيم عين السلطان. توصف لي إياه كيف كان مخيم عين السلطان؟ نعم. توصف لي المخيم؟ مخيم. كان خيام. خيام مصفوفة. وبعدين. كيف كان في عيادة صحية؟ كان في عيادة صحية كانوا في مدارس. كله خيام؟ خيام. خيام. طيب هذا ما كانش يمنعني وانا بشتغل في الأردن، ما أقدم طلبات هنا وهناك والبلد هاي والبلد هاي. قدمت طلب للعراق. نعم. أساس إني أنا فني ملاريا وخريج كذا وشهادتي كذا. طلبوني قالوا وافقوا علي بعثوا لي آخر واحد على العراق. اشتغلت ب18.5 دينار هذا آخر وقت سنة 52. ب52 رحت على العراق. 52 رحت على العراق. فني ملاريا. وأهلك لساتهم موجودين بعين السلطان. موجودين في عين السلطان. وإخوانك شو بالحالة؟ إخواني بيشتغلوا زي ما هم. البساتين. ورحت على العراق 18.5 ليرة أصير أحوش أصرف أنا في الفندق وأتغدى وأكل في المطعم. وأوفر من هنا وبعت لأهلي. نعم. بعت لهم مصاري. يوم الأيام طلعت مع حملة وأنا مسؤول عن الحملة اللي بترش الدي دي تي في البيوت في جنوب العراق في جنوب بغداد من الحلة والجنوب لا النجم. على رأس حملة أنا المدير المسؤول. وأنا ليلة من الليالي أجونا العراقيين اللي معاي قالوا يا عمر أنت لاجئ فلسطيني وما عارفين وضعك وهذا الشيء يعني وشارين بوضعك فبدنا ننعش وضعك. قلت له طيب كيف؟ قال بدنا تساعدنا. بس إيش أساعد؟ قال بدنا نبيع الدي دي تي والسولر اللي بنخلص في الدي دي تي وكل الدواء ونجيب عمال اسميا ونصرف المرواتب اسميا كله بنوزع علينا. قلت لهم انتم معتدين على شغل كل سنه. كل سنه. وللطيب والاطفال اللي بتموت يوميا مع خبر هذه من بلد 60% فيها ملاريا واطفال كلها بتموت. مش حرام؟ صاروا يبعثوا وجهة نظرهم بدون مادي بأي شكل من الأشكال. بدون فلوس. فلوس. وأنا أصريت بموقفي لا يمكن. بعتوني هددوني بالقتل. هددوني بالقتل. بعد كم يوم قلت لشوفير عندي عنده جيب. قلت له وصلني بغداد. قال لي يلا. واروح على بغداد على المدير تبعي. المدير اللي عندي مين؟ واحد انجليزي. نعم.
دكتور انجليزي انتمولوجي يعني خبير بالحشرات. قلت له الوضع معي كذا 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 وانا هذا الشهر ما بقدر استمر فيه. قال لي انا عارف انا عارف خليك هذا خليك عندي في المكتب. فخلاني في المكتب ادرب دورات كنت ادرب موظفين على الملاريا واستئصال الملاريا. دربت وبعدين تحسن وضعك. تحسن وضعي. ضليت انا هان في بغداد ما طلعتش على الحملة. شوي لو جايني كتاب من وكالة الغوث في عمان. انه احنا طالبينك بصفتك انت درست على نفقة وكالة الغوث. فبدنا اياك تشتغلها انها. رجعت لهم. وبدك ترجع. فاروح تقدمت التقدمت عند الدكتور هذا وقلت له هيك يصير معي فانا بتروح عند اهلي واشتغل في العمل. كتب لي شهاده من احلى ما يكون يعني شهاده من اروع ما يكون. ممتاز. لكن مع الاسف انحرقت مع بيتي انحرق في ايلول. نعم. جبل حسين وراح. وقبل هاي كان حكي لي نفس الانجليزي هذا قال لي شو رايك تجيب اهلك واخوتك وتعطيك اراضي وندفع لكم كارت الموان موان واخته كانت مديره الاغاثه. نعم. للاجئين الفلسطينيين اخته اسمها بريكست اتذكر واعطيك اراضي ومي انت شايف وتزرع وتفلح هون. بعت لاهلي ما رضوش. ما رضوش. نعم. فتبقوا بعين السلطان. رجعت على عين السلطان. طيب لما رجعت التحقت بالوكاله، التحقت بالوكاله في عمان ولا على عين السلطان؟ لا على عين السلطان. صار يوم رجعت على الوكاله. قدمت طلب واشتغلت. درجه السادسه. ضليتك في الملاريا بهالقسم بقسم الملاريا تابع لوكالة الغوث. تابع لوكالة. طيب اهلك شو حصل معهم تطوراتهم في ال اهلي ظلوا عمال. ما حصل شيء ابدا. ظلوا عمال. طيب وتبقوا بالمخيم لاي سنه؟ بقوا بالمخيم انا قعدت نازح لا 67 ظلوا موجودين. انت خلالها 67 اخوتي راحوا عن السعودية. نعم. وأنا رحت على السعودية بعد ما خلصت مهان خلصت وكالة الغوث سنة 59. بعد 59 جينا تحول المشروع للحكومة. تحول للحكومة. مشروع المكافحة. مشروع المكافحة. سلمته الحكومة. دربت أنا كمان موظف مشان خذوا معي على الضفة الغربية. فأنا من صارت غرفتي أنا صرت مدير عام الضفة الغربية. مدير عام الضفة الغربية؟ مدير عام مكافحة الملاريا في الضفة الغربية. فرحنا على الضفة الغربية. صار إشكالات من الشخص اللي كان قبل ما أوصل الضفة الغربية موظف هناك. كان مرتبط مع ناس مش واقع مع الاحزاب قصدك؟ مع الاحزاب. بدهم يتخلصوا منه. بده يتخلصوا مني انا مش منه هو. طب ما هو هو المرتبط بالاحزاب. مين المرتبط بالاحزاب؟ انا متهم باني مرتبط بالاحزاب. انت اجت لك تهمه انك انت مرتبط بالاحزاب. وهي كان سبب بسبب الموظف اللي هناك. الموظف اللي هناك يعني انا رايح اسلم محله. مراقب عام. وبالتالي حبسوني. انحبست. انحبست. باي عام هذا؟ عام 59 في شهر 12. لاي سنه؟ لايمتى ضليت؟ لا سنه انحبست سنه. سنه كامله؟ سنه كامله. وتحاكمت وطلعت وراء. طيب بدي ارجع شغلي ما رضوش. ما رضوش يرجعوك على شغلك؟ ما رضوش يرجعوني على شغلي.
مش مقتنعين. بعد فترة ختمت للسعودية، السعودية أخذوني ورحت على السعودية واشتغلت 4 سنين في السعودية، عفوا 6 سنين ستة لغاية ال 61 للنزحة لحرب 67 صارت الحرب أنت بالسعودية؟ صارت الحرب نهايتها، صارت قبل ما تبدأ الحرب أنا كنت قبل ثلاث شهور يعني كنت هون بزيارة لأهلك؟ لا وانت يعني من السعودية خلصت من السعودية وجيت على الأردن برضو لغوا عقدي لأسباب سياسية نعم لغوا عقدي بعد ثلاث شهور صار الحرب 67 طيب كنت شفت أهلك لما جيت الثلاث شهور هدول عندهم في عين السلطان شو حصل تطور على المخيم لغاية 67 يعني صار في بنا صار في بنا صاروا بنوا الناس وصار بتغير المخيم صار في بنا طب أنا فاتني أسألك إنه لما ذكرت لي الملاريا وما الملاريا هي الملاريا كانت تضرب المنطقة الأغوار الأغوار شو سببها تكاثر البعوض تكاثر البعوض البعوض والبعوض انتقل والمرض هو عبارة عن باراسايت طفيليات تكون في الإنسان البعوض هذا تيجي تصدر من مريض وتأخذه وتحول في جسمه وتعطيه لواحد تاني وتنتقل الملاريا يعني دور التكاثر الملاريا بهاي الشكل وبالتالي إذا الشخص قرصته البعوضة غرس نوع معين من البعوض نوع معين يسموه في ميل أنوفليس موسكيتو في ميل أنوفليس موسكيتو هذا النوع من البعوض إذا قرص شخص أي نعم والطفيلية موجودة في جسم المريض في جسم المريض إذا كانت أوريدي موجودة في جسم المريض نعم بجسمها البعوضة بتنقلها فقط نقل ولا بتصير فيها عمليات؟ عملية يسموها سكشوال سايكل وبتنقلها هذا قرصة آخر بتنزل الطفيليات فيه في الآخر بتنزل الطفيليات في الجسم ومع الدورة الدموية خلاص طيب هاي هذا المرض كان منتشر بالمخيم؟ في مخيمات بالغور بيشتغلوا على في الأغوار وبيشتغلوا الناس واحنا مش في المخيم يعني هذه مشروع زار هذا مشروع الاردن وادي الاردن كل يرموك وبالتالي كان يستفيدوا منه اللاجئين الفلسطينيين طبعاً في المؤمنين اللي بيشتغلوا في المزارع في الاغوار فلسطين بعدين كان الغرض من المشروع مكافحة الملاريا في الاغوار وسموها reintegration إعادة إسكان نعم يعني كانوا مخططين من هذاك الوقت سكنوا اللاجئين الفلسطينيين في الأغوار نعم reintegration project هذا كانوا مخططين كان يموت أطفال من الفلسطينيين كان يموت أطفال والله في السعودية إنه كان واحد ولد طفل في بلد مجاور البلد اللي أنا فيها كنت أبحث عينات الدم في الليل وجدت انه واحد مصاب طفل مصاب بدي ارجع له اعطيه دواء لكن متاخر بالليل صرت وتعبان ورت الصبح ان شاء الله بكون طيب ورحت الصبح لقيته ميت بسبب الملاريا ولليوم بتندم ليش ما رحت تساعده لليوم يعني كان الطعم اللي بتستخدموه الدواء كان ناجع في حالة ناجع كان مع وجيد جدا الدواء وكانت تصير في حملات رش الديديتي في المخيمات في فلسطين في المخيمات لا بس على الواد على الواد واد الأردن الرش في الواد الرش على المستنقعات الراكدة وين في مي راكدة ترشها لانه بتتكاثر البعوض هناك
اي بتكاثر البعوض. اما المخيمات ما فيش ميه راكبه. طيب اذا انت كنت قبل 3 شهور من حرب 67 موجود في المخيم وشو صار بعدها؟ صارت الحرب وانت موجود هناك؟ وانا موجود هناك. لا كنت في عمان؟ عمان. كنت متزوج؟ متزوج. لا. اي سنة تزوجت؟ 55. بال55 تزوجت؟ نعم. تزوجت سنة 55. وين سكنت لما تزوجت؟ في عمان برضو. في عمان جبل النزهة. ما كنتش مخيم يعني؟ لا. طلعت من المخيم. يعني انت اهلك بالمخيم بعين السلطان. نعم. وانت بعمان متزوج و نعم. ساكن مش بمخيم. نعم. بمنطقة جبل النزهة. نعم. صارت حرب 67 واهلك صار اهلي كانوا اخواني في السعودية. وابوي ومرت ابوي وزار اللي معاه هذول ظهروا في اريحة. نعم. في 67 اجوا. نعم. اجوا. اجى اخوي اللي اكبر مني من السعودية وراح لقاهم على الجسر. نعم. وجابوا موجة. جيد. وسكنوا بمخيم؟ سكنوا لا سكنوا في بيت. استأجرنا لهم في سفح جبل النزهة. نعم. وعاشوا. نعم. إذن هاي التجربة كانت بعد ال 67. طيب حابب أسألك سؤال هلا يعني بعد ما استعرضت تجربتك بالمخيمات وبال في لقريتكو جمعية أو رابطة أو ديوان في عندنا ديوان. ديوان؟ ديوان آل الحراني. ديوان آل الحراني. مش ديوان المسمية. ديوان مسمية الحراني. ديوان مسمية الحراني. وين مقره؟ في جبل النزهة. نعم. عند جامع الفلوجي هاي. مقابلة. بتشارك فيه أنت هذا ال؟ مشارك فيه. بتشارك في نشاطاته؟ أنا من المؤسسين. كنت من المؤسسين؟ نعم. بس اليوم الوضع الصحي ما سلامتك. لا أنا مدرك. الله يطول بعمرك. طب مفيد هاي الجمعيات والدواوين؟ جدا. من أي ناحية؟ من ناحية أول التقوية الأواصر بين الأقرباء. بعدين المساعدة. يعني بشوف واحد فقير بيساعدوه. نعم. في شراكات ولا مو شراكات. نعم. وشوف واحد ضعيف بيساعده. في تقدير لعدد سكان المسمية الحراني الموجودين بالأردن؟ حاليا. والله عدد تقريبي يعني. يمكن يفوق الألفين هلا. لأنهم صاروا كثار. تتوقع يكونوا فوق أكثر من 2000 شخص؟ يعني حوالي 2000. الموجودين بالأردن كلها؟ في الأردن. ذكور والإناث وال نعم. لا في الأردن وفي غزة وما منتشرين مسمية. تتوقع عددهم كلهم في الشتات؟ عددهم كلهم بحدود 2000؟ حدود 2000 أو أكثر. طيب سؤال آخر. ضلت علاقتك بهذه الجمعية ما زالت يعني؟ لا موجودة. موجودة. لا موجود. بدها اشتراكات زي وزي بدها اشتراكات. نعم. طيب عمي ابو ماجد بدي اسالك سؤال. حضرتك بتعرف سمعت بالقرار 194 القرار الصادر عن الجمعيه العموميه للامم المتحده. هذا القرار بتحدث عن حق الفلسطيني. بالعودة والتعويض. نعم. قرار 194 صدر عام 48. نعم. عن الجمعية العمومية. شو رأيك بهذا القرار؟
والله جيد، قرار جيد، بس مين ينفذه؟ عودة اللاجئين مين اللي ما بطالب فيها؟ التعويض حتى لو عاد اللاجئين بدنا تعويض. نعم. عن ممتلكاتنا عن راحت. نعم. بدنا تعويض وبدنا حق العودة. نعم. وهذا حق شرعي. نعم. ما علي أي جدال. نعم. فهذا حق طبيعي. نعم. طيب لو أتيح لك العودة حتى في ظل الحكم الإسرائيلي بتعود؟ الحكم الإسرائيلي؟ لا. ليش؟ لا، أولا ما بتغير شيء عندي، وما بحس أني أنا أتخلص من الحكم. نعم. أو من المعاناة. نعم. أنا بدي دولة مستقلة، أولا ترعى شؤوني دولة عربية مستقلة فلسطينية. نعم. وأحس بكياني، أنا فلسطيني، أحس بعروتي. نعم. بهويتي. يعني تعتقد أنه إذا أتيح لك العودة تحت ظل الحكم الإسرائيلي ما رح تشعر بهويتك الفلسطينية؟ لا لا، ما برجع. ما بتشعر؟ أنا ما برجع تحت الحكم الإسرائيلي. وبالتالي كيف بدها تتحقق مسألة العودة يعني؟ مسألة العودة بتتحقق. بالمقاومة بتتحقق. نعم. بالاستمرار في المطالبة. نعم. بتأييد جمع الرأي العام العالمي. نعم. وقوف معك. نعم. بتتحقق. يثار كثير من الأقاويل عن موضوع التعويضات وما التعويضات. نعم. التعويض بمفهوم أنه تنازل الفلسطيني عن أرضه. نعم. وعن بلاده إلى آخره. تعتقد هذا الحكي شو رأيك فيه يعني؟ والله شوف، تعويضات وتترك أرضك كلها وتأخذ تعويضات، أنا لا. أنا بقول لك عارف شايفني في بيت ما شاء الله بعمارة ومستفيد منها وبجيني عجرات وبجيني شيء، ترجع فلسطين وأعود إلى الأرض حتى لو في ظل المعاناة اللي حكيتها قبل، برجع لها وبترك هذا كل شيء. نعم. بشي أغلى من مسخط الرأس الإنسان. بشي أغلى منه. طيب بتعتقد هذا الإحساس بمسقط الرأس وإلى آخره وبالوطن يعني موجود عند الأجيال الأصغر، عند أبنائك وأحفادك؟ يعني هاي المشاعر تجاه الوطن؟ ما أعتقد، هلا ما أعتقد 100%. يعني بحنوا بس بجوز مجرد التعرف على البلد أو بلد مسقط رأس أبوي، أما يعرف بنفس الإحساس اللي أنا عايش فيه. لا. أنت إحساسك نابع بحكم أنك أنت عشت وعريت وفعلا يعني وعندي مشاهد في مخي. أبدا. نعم. رغم المعاناة اللي عانيتها مستعد أرجع إلى هوي زي ما كانت. حتى لو أنها حاليا ما هي حاليا ما فيش ولا شيء. يعني مسحت تماما نعم مسحت. أروح وأبدأ من جديد لو حطيت خيمة فيها. خيمة. نعم. لو قعدت تحت السدر اللي حكيت لك عنها. نعم. عندي إياها أحسن شيء. نعم. طيب عمي أبو ماجد، لمين بتحمل مسؤولية ما حصل للشعب الفلسطيني من نكبات ومن من إنه قضيته ما زال بعد مرور يعني أول بحملها يزيد عن 5 عقود؟ بحملها للعهد العثماني والحكم العثماني اللي كان سائد، ثم الحكم البريطاني اللي أدى بعده. نعم. ثم إلى الجهل، هم سببوا العثماني والبريطاني سبب الجهل، يعني كرسوا لحالة الجهل اللي كانت موجودة، الجهل اللي كان موجود في هذاك الوقت. نعم. والفقر وسوء المعاملة
مال الأفراد. نعم. فهي كلها بحملها للأنظمة اللي كانت قائمة في هذاك الوقت. جهل. نعم. بالإضافة للفقر. نعم. طيب عمي احنا هيك بنكون انهينا المقابلة. بعرفش اذا في اي اضافة حابب تضيفها في نهاية هاي المقابلة، يعني اذا حبيت استذكرت شغلة معينة حابب تضيفها. بس احنا يعني انتهينا من هالمقابلة. يا سيدي يعطيك الف عافية. الله يخليك. يعطيك الف عافية. على العموم في نهاية المقابلة بشكرك جزيل الشكر على حسن ضيافتك وسعة صدرك والله يعطيك العافية ويخليك. حياك الله.